نعم سي حسن الصافي النائب الرابع لرئيس جماعة تمارة منتخب مدينة تمارة، اختتمت قبل قليل الدورة الاستثنائية لجماعة تمارة، أول دورة في تاريخ هذا المجلس، توفها أو اكتمال نصابها لم يكن من السهل اكتمال نصابها. نعم سؤالي، صادقتم على ثلاث نقاط التي تم اقتراحها من السيد العامل، تهم سوق الجملة الخضر والفواكه، نعم والمجلس الزرق، نعم سي صافي ما هو تعليقك على هذه الطلبات؟ شكرا للاخوان السي الوقفي والسي الحيوي اللي كان دائما تيوفوا معنا هذه الجلسات، مشكورين كثير. فالدوره دوره الحقيقه دوره استثنائيه، وانا بالنسبه لي تنحسبها دوره عاديه. لماذا؟ لان هذه النقاط الدرجات وصادق عليها المجلس اللي قبل منا وصادق عليها هذا المجلس، فاحنا ما علينا الا نكونوا مع المجموعه، ما يمكنش نخرجوا من الجهه ديالنا. فالجهه ديالنا حنا غاديين في واحد الطريق اللي تكون واحد الحكمه جيده باش يكونوا هاد الاسواق يشتغلوا، ما يبقاش ديك العشوائيه. فحقيقه حنا اللي كيهمنا هو المواكبه ديال المواطنين اللي كيشتغلوا في السوق، فاحنا معاهم ما كاينش مشكل، ولكن المصلحه العامه كتقتضي علينا باش ندخلوا في هاد الشراكه هذه، لان هذه مهمه للمجلس، وعندنا المداخل ديالنا حتى هي غادي تزيد ترتفع. فالحمد لله الدوره كانت في المستوى، وواكبوها العدد ديال المنابر اللي كنشكرهم في هذه المناسبه هذه. نعم السيد الرئيس، اول دوره كما قلت قاطعتها المعارضه. اش نقول لك على المعارضه؟ المعارضه لهم وجهه نظر ديالهم في الحقيقه، ولكن انا كان حبذا انا كنت كنقترح باش يحضروا ويدلوا بالدلو ديالهم ويقولوا الكلام ديالهم، يعني الانسان يدخل ويبرر علاش هو ويوضح لنا. ربما الحضور ديالهم كان غايبين لنا بعض الوقت، حنا ربما كنجهلوها وربما كنا نمشوا معاهم، ولكن خاص الحضور يكون ضروري، ما يمكنش غادي نمتنع او غادي نغيب ونجي نبقى ننتقد ابدا. فالساكنه ما خصهاش تتبع هذه الهضره ديال المقاهي وذا. فاحنا مسؤولين في هذا المجلس هذا، والمسؤوليه ديالنا كبيره بزاف، وحنا كنتمناو لهذه المدينه الكثير، وغادي ان شاء الله نحققوا فيها الكثير ان شاء الله. شكرا.